اختتمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية برنامج نجوم مصرية ستارز خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع جامعة طنطا ومكتبة الإسكندرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات شبابية واعية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة جديدة لتحقيق تغيير مجتمعي إيجابي وبما يتماشى مع متطلبات العصر. في إطار دورها المجتمعي واهتمامها بالشباب، اختتمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية فعاليات برنامج نجوم مصرية ستارز خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع جامعة طنطا ومكتبة الإسكندرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. طبعا احنا النهاردة بنشرف في انتهاء الدورة بتاعت او الندوة بتاعت ستارز تابعة لحياة كريمة، ويعني هي كانت بتتكلم على خطوات النجاح الحقيقي للشباب في ظل مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، التوجه نحو حياة أو بداية لعمل تنمية بشرية للشباب الشباب في الجامعات. احنا يعني النسخة النهاردة بنختمها بموضوع مهم جدا جدا، هو يعني هو دور تاريخي أو الدور التاريخي لجمهورية مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية، اللي بدأ يعني منذ طبقا للموقع الجغرافي يمكن من العصور القديمة. شهد اليوم الختامي حضور عدد كبير من المسؤولين والطلاب الذين أكدوا أهمية البرنامج الذي استمر على مدى 4 أيام على أرض جامعة طنطا. اتكلمنا على مدار الـ4 أيام عن ريادة الأعمال والوظائف المستقبلية ودراسة الجدوى وإزاي بقى مؤهلة للوظائف المستقبلية وكده. اتكلمنا برضو عن رؤية مصر المستقبلية في 2030. على مدار الـ4 أيام اتكلمنا طبعا عن ريادة الأعمال وإزاي أكون مشروع ناجح، تمام، وإزاي عرفت الفرق ما بين رجل الأعمال وريادة الأعمال، وبرضو اتكلمنا عن التنمية المستديمة. البرنامج الذي تم توجيهه للشباب والفتيات الجامعيين يهدف إلى بناء قدرات شبابية واعية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة جديدة لتحقيق تغيير مجتمعي إيجابي وبما يتماشى مع متطلبات العصر.